معايا على التليفون الفنان الكبير والقدير، الفنان طبعا الاستاذ صلاح عبد الله. استاذ صلاح برحب بيك. حبيبي حبيبي اسلام، الله يخليك يا حبيبي يا ربي. مبروك النهارده، وكنت متوقع الفوز ومعايا الكابتن رضا عبد العال. بس هو فين رضا؟ انا مش شايفه. كابتن رضا اهو. انا روحت يا استاذ صلاح. بقول لك يا رضا، نعم، انت مش عازم النهارده على باين كباب وكفته وحاجات كده؟ خروف خروف خروف. خروف ولا ايه؟ لا لا خروف. خروف يا استاذ صلاح. تلتزم بوعدك يا رضا. طبعا انت تعرف يا استاذ صلاح ان احنا ما تيجي تشرفنا يوم الخميس يا استاذ صلاح. هو الكابتن رضا جايب الخروف يوم الخميس ان شاء الله. والله والله مسافر يا اسلام للاسف. خلاص نبعت لك نصيبك ان شاء الله في الحته اللي انت فيها. نبعت لك كده. انا نفسي اشوف رضا كمان. نفسي والله كمان واشوفك. ده انت تشرفنا يا استاذ صلاح. انت على دماغنا. بيقول لك نفسي اشوفكم. هينور هينور والله. يتنور، تبقى حلقه ممتعه. هنعملها والله يا رضا ان شاء الله. ان شاء الله تيجي تنورنا في اي وقت. تعملها بقى بعد ما الزمالك ان شاء الله ياخد الدوري يا رب. والله باذن الله ان شاء الله. قول لي كل